بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت في درس سابق أيها الأحباب بأن نعم المولى علينا كثيرة وإحسانه عظيم، يتفضل على عباده بمواسم الخير التي ترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات وتكفر فيها السيئات. فمن كرمه عز وجل أن جعل لنا هذه المواسم، فما ينتهي موسم إلا ونستقبل موسما آخر، وهذا من فضله وإنعامه. فكنا في رمضان وتعرفون فضله وأجره، ثم بدأت أشهر الحج في اليوم الأول بعد شهر رمضان، وحج كثير من الناس. ثم هناك ليلة القدر في رمضان وفيها الخير والبركة، وبعد ذلك أشهر الحج تفضل بها المولى على عباده ليكفر فيها الخطايا وليعظم فيها الدرجات. انتهى شهر ذي الحجة واستقبلنا شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء، وهو من أفضل الأيام وأجلها، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل. ويقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وأبو قتادة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية، يوم واحد يكفر السنة الماضية، والتكفير إنما هو للصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. فنحن أيها الأحباب، هذا اليوم اللي يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فمن صامه وحده فيحسن أن يتبعه بصيام يوم غد وهو يوم الأربعاء لأجل أن يصوم يوما بعده. وإذا كان صام يوم الاثنين وهو اليوم التاسع فيكون صام التاسع والعاشر، فيحسن أن يتبعه بيوم غد لتكون ثلاثة أيام، يوم قبله ويوم بعده واليوم المعني وهو يوم عاشوراء. وهذا من فضل الله على عباده، تكرم عليهم حيث أجزل لهم الأجر وأعظم لهم المثوبة. قلنا في درس سابق الأمم السابقة أيها الأحباب نجد أن أعمارها طويلة، منهم من عاش 400 سنة 500 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70. عوضهم الله بشهر رمضان وبليلة القدر وبالعمرة والحج وبصيام يوم عاشوراء وغير ذلك من الأعمال التي إذا أحسن الإنسان الاستفادة منها
فإن الله يعظم له الأجر والمثوبة. فنقول صيام يوم عاشوراء نقول على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأتم والأكمل أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده. الثالثة والأخيرة أن لا يفرط في يوم عاشوراء، وسيجعل الله له فيه الخير والبركة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. درسنا أيها الأحباب هنا في أحكام متعلقة بالرقيق، وقلنا بأننا ندرس هذا الباب ليكون طالب العلم على معرفة بهذه الأحكام، وإلا فإنه لا يوجد عندنا أرقاء. الأرقاء كلهم اعتقتهم الدولة وفقها الله، وقالت من يدعي شخصا فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس كلهم أحرار. لكن طالب العلم يحسن أن يعرف ما هو الرقيق وبما يكون العتق، لأن العتق كفارة لقتل الخطأ، ولأن العتق كفارة للوقاع في رمضان مع غيرها، ولأن العتق كفارة للإيلاء، ولأن العتق كفارة إذا حنث الإنسان في يمينه، وهكذا. فهو يعني في الأحكام يمر بنا كثيرا فنعرف كيف يكون أن يجد الإنسان رقبة هي لم تكن يعني فيها رق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ما هو الرق؟ قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا أعتق الإنسان هذه الرقبة خلصها من الرق إلى الحرية، وانتقلت من دور إلى دور آخر، وهذا يعتبر من أفضل الأعمال وأجلها، سواء كان نتيجة قتل خطأ أو نتيجة وقاع في رمضان أو نتيجة إيلاء أو نتيجة ظهار أو نتيجة حنث في اليمين، فإن العتق يعتبر من أفضل الأمور. عندنا يلي على العتق، ودرسنا أمس أو قبل أمس المدبر، يقول الإنسان بعد أنت يعني تبقى عندي إلى آخر أيامي، وإذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر. بعدين عندنا الآن المكاتب. من هو المكاتب؟ هو الرقيق يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، فإذا سدد كامل الأقساط أصبح حرا، وإذا لم يسدد أو عادل فإنه يعود إلى الرق. يقول العلماء الرقيق يعني المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، يعني لو اشترى نفسه ب10,000 ثم سدد 9,990، يعني بقي 10 ريالات ما سددها، وقال أنا الآن ما أستطيع أسدد، نقول خلاص أنت تدخل في الرق وتعود إليه كما خرجت منه، فأنت الآن تعود رقيقا لأنك لم تكمل ما عليك من أقساط. فخلاصة هذا الأمر نقول بأن المكاتب هو الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، فإذا سدد الأقساط عاتق، وإذا لم يسدد عاد إلى الرق مرة ثانية، وهو فيه خير عظيم، لأنك تخرج هذه الرقبة من الرق إلى الحرية. ويقال ينبغي أن يكون، أو يذكر العلماء بأنه ينبغي أن يكون المكاتب قادرا على الوفاء، يعني عنده صنعة نقول بناء، عنده صنعة نجار، عنده صنعة مثلا كهربائي ميكانيكي، عنده شغلة يستطيع يأخذ منها ويأكل ويسدد ما عليه،
فهذا يعتبر من أجل الأعمال وأعظمها. وأما إذا كان لا ليس عنده صنعة فعدم المكاتبة أولى، لأنه يكون عالة على المجتمع وعالة على الناس يسألهم، لأنه لا يستطيع أن يحصل على رزق بعمل يده فيكون عالة على غيره. فنقول بأن الكتابة، لذلك نجد أن الإسلام جعل المكاتب صنف من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة الشرعية، الأصناف الثمانية ومنهم المكاتبون. من هو المكاتب؟ هو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط. طيب لماذا ما نقول يدفعه يعني دفعة واحدة؟ لأنه لا يملك، لأن الرقيق لا يملك، هو وما يملك لسيده، فنقول يدفعه على أقساط، فلا بد أن يكون بعضه أو جله مؤجل، وعلى حسب الظروف، على شهرين، على ثلاثة، على سنة، فإذا سدد ما عليه أصبح حرا، وإذا بقي عليه درهم رجع إلى الرق. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف. وقلت غير مرة بأننا قرأنا العتق، وقرأنا المدبر، وقرأنا المكاتب، وأم الولد، وكذا، وليس عندنا منها شيء، وإنما ليكون طالب العلم على معرفة ودراية بهذه الأحكام وإن لم تكن موجودة في وقتنا الحاضر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه لما ذكرنا في صحة وصيتهما. تدبيره يقول مثلا بعد كذا أنت حر، بعد وفاتي أنت حر، إلى آخره. نعم. ويصح تدبير الكافر لأنه يصح إعتاقه، فإن نعم. أسلم مدبره. إنسان يملك رقبة غير مسلمة يصح تدبيرها، يقول بعد سنة أنت حر، بعد وفاتي أنت حر، وهذا يكون ترغيبا له في الإسلام. نعم. أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع إمكان بيعه. يمكن يعني مثلا لو أن كافرا ملك مسلما نقول دبره لأجل أن يتخلص من عبوديته للكافر، أو بيعه، أما أن يبقى على ما هو عليه رقيقا لهذا الكافر فلا، لأنه لا يكون للكافر سلطة وولاية على مسلم. نعم. وفيه وجه آخر، أنه لا يباع لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه استحق الحرية بموت سيده، ما دام سيده قال أنت مدبر، فمن مجرد ما يعلن بأن فلانا مات يعتق هذا العبد. نعم. فأشبه أم الولد إذا أسلمت. أم الولد إذا أسلمت، من هي أم الولد؟ هي الجارية يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، سواء ولدته حيا أو ميت، إذا حملت من سيدها بما فيه خلق إنسان فتعتق، وهذه تسمى أم ولد، وأما إذا كان قطعة دم أو كذا فلا تؤثر. ولكن تزال عنه يده، تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه. وينفق عليه يعني على هذا المكاتب من المبلغ الذي يكسبه، قلنا صار نجار، حداد، معلم، يحصل على مثلا 20 ريال في اليوم، 50 ريال، يصرف بعضها على نفسه أو على من يلزمه نفقته، والباقي يسدده لمن كاتبه. نعم. فإن لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كأم الولد إذا أسلمت، وإن دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته، فإن أسلم تبينا صحة تدبيره. نعم. إذا أسلم. نعم. وإن مات على الردة، مات على الردة
فهو خرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، نسأل الله السلامة. نعم، تبينا بطلانه، وعن أن ملكه يزول بنفس الردة. بنفس الردة قبل هو يملكه، لأنه إذا حكمنا بردته ليس له مال، وإنما ماله فيء. ماله فيء، وش معنى فيء يا شيخ فكاي؟ يعني لبيت المال. ماله فيء يعني لبيت المال، إذا كان عنده زوجه وأولاد أو كذا، ما دمنا في محاولته وما دمنا في علاجه لعله أن يرجع ننفق عليهم منه. لكن إذا أقيم عليه حد الردة وهو لا يزال في عناده ولا يزال في عتوه، فإن جميع ما جمع من مال يكون فيء لبيت المال، ولا توارث بينه وبين أهله من زوجة أو ولد أو قريب. وقلنا في يعني في أسباب موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. هذا مسلم وهذا كافر، ما في توارث. نعم، فيكون تدبيره باطلا، وهذا قول أبي بكر. وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته أو مات بطل التدبير. قتل بردته. طيب، القتل هل نقول يا شيخ عثمان وقتل بردته، هل يقتل حدا أو قصاصا؟ يقتل حدا، بمعنى لوجه الله عز وجل لا مجال للتنازل. لو قلنا فلان يقتل قصاصا، فمعناه ننظر للأولياء المشتركين فيه، هل تتنازلون مقابل مال؟ تتنازلون مقابل مثلا كذا؟ تريدون السماح؟ لكم رأي في كذا؟ يعني نأخذ رأي أولياء الدم. لكن إذا قلنا حدا فلا ننظر إلى رأي أحد، وإنما يقتل حتما، لأنه انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه خرج عن الدائرة، نسأل الله الحماية والستر. نعم، لأن ملكه زال في حياته، وإن رجع صح تدبيره، لأن تبينا بقاء ملكه أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله. نعم، إنه رجع عاد إلى حظيرة الصواب بعد إسلامه، بعد ارتداده، يعني أسلم ثم ارتد، فبإقناعه رجع، عادت الأمور إلى مجاريها، صار يطبق عليه ما يطبق على إخوانه المسلمين. نعم، فصل. فإن ادعى العبد أن سيده دبره. الآن عندنا عبد وعندنا سيد. العبد قال أن سيدي دبراني، بمعنى قال لي في آخر حياتي أنت حر، يقول هذا هو المدبر عند الموت. السيد أنكر، قال لا أبدا، كذاب، ما دبرت ولا شيء، فما العمل؟ هذا هو موضوع هذا الفصل. نعم، إذا دبر، إذا ادعى. فإذا ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر، من هو اللي أنكر يا شيخ؟ السيد أنكر، قال لا كذاب، ما دبرت ولا 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 ذكرت شيئا حول عتقه. نعم، فأنكر، فالقول قول السيد مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه مسلم. إذا كان عند العبد بينة، إذا كان عند العبد بينة فلا يقبل إنكار السيد، لكن إذا ما عنده شيء فنقبل قول السيد مع اليمين عشان يكون تقوية لليمين. لكن إذا كان العبد عنده بينة، شهادة الشيخ تركي، شهادة الشيخ علي، إنه قال له أنت مدبر، ما ننظر إلى إنكار السيد، بل نلزم عتقه بثبوت ما ادعاه الرقيق. فإن أقام العبد بينه ثبت تدبيره. ثبت التدبير، يعني عملنا بها. البينة قد تكون، والبينة عرفناها مرة في الشهادات يا شيخ تركي، بأنها التي توضح الحق وتبينه. مثلا إذا جاء اثنين وجلسوا عند القاضي، يقول
أيكم المدعي أو يسكت حتى يتكلم أحدهم. فإذا تكلم يقول لصاحب الثاني ماذا تقول؟ إذا قال أعترف نقول خلاص، إذا قال لا كذب يلتفت القاضي إلى المدعي ويقول ألديك بينة؟ فإن قال نعم، نعم أحضرها إن شئت، أحسنت، أحضر يعني ما يقول أحضرها، لأنه إذا قال أحضرها فقط وسكت معناه أنه يعني أمره بشيء قد لا يتم، لكن يقول إن شئت يعني رغبت ولا بكيفك، هذا شيء يخصك، أحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها القاضي ولا يردد الشهود ولا يعنف. وإذا دخلوا عليه ما يقول لهم يا فلان تشهد إن كذا وكذا وكذا، أو تشهد إن فلان سوى كذا، لا، يقول ماذا لديك، ما هي شهادتك، وش تشهد عليه؟ نعم. وهل يكفي شاهد ويمين أو رجل وامرأتان أم لا يكفي إلا رجلان؟ عندنا الشهود أحيانا أيها الأحباب نحتاج إلى رجل واحد أو امرأة في رؤية الهلال، في رؤية الهلال نحتاج إلى رجل واحد أو امرأة، ونحتاج إلى رجل واحد في شهادة في البيطري، الطبيب البيطري، إن الشاة هذه فيها كذا وإن الغنم هذا فيه كذا وإن الناقة، يحتاج شاة واحد، ونحتاج إلى امرأة أيضا واحدة أو رجل في الاستهلال، في الاستهلال. وش معنى الاستهلال يا شيخ صديق؟ يقول الشيخ بكاي لا، يعني تقول الاستهلال يعني الهلال، المولود يعني ولد المولود، واستهل يعني لما ولد صرخ، شهدت المرأة اللي عند سمى القابلة أنه لما سقط من بطن أمه صرخ، معناه أنه ولد حي له أحكام والأحياء، لكن إذا سقط قطعة جسم إنسان ولم يتكلم ولا والكلام هين ولا صرخ ولا بكى ولا شيء، معناه أنه قد يكون ميت. فالاستهلال معناه إذا صرخ الطفل، بمعنى يقول استهل يعني سمعنا صوته. نعم. على روايتين يعني قلنا، ونحتاج إلى في الشهادة إلى رجلين يعني، وذلك في الحدود، وذلك في الحدود والقصاص والدماء وما أشبه ذلك. ونحتاج أيضا إلى رجل وامرأتين وفي المال وما يقصد به المال، يعني رجلين في الحدود والقصاص وما يتعلق بها، ورجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال، وثلاثة رجال. يا شيخ أحمد متى نحتاج يا بني إلى ثلاثة رجال؟ متى نحتاج في الشهادة إلى ثلاثة رجال؟ في الإعسار، إذا أراد إنسان وثيقة أو صك على أساس أنه معسر عرف بالغنى وقال والله أموالي راحت، يا حريك أو باخرة وعطبت في البحر أو حرمية أو كذا، يعني كنا نعرفه بأنه صاحب مال وبعدين جاء ما عنده شيء، يحتاج إلى ثلاثة من أهل المعرفة والدراية والإلمام يشهدون بكذا. وإن ذكر سببا ظاهرا، يقول العلماء وإن ذكر سببا ظاهرا، بعد بسأل الشيخ تركي سببا ظاهرا فلا بد من البيان، وش مثل الشيخ؟ وإن ذكر سببا ظاهرا فلا بد من البيان. هو الآن نعرف أنه تاجر عنده مثلا تجارة في الكعكية ولا في الرصيفة ولا كذا، ونعرف أنه غني، آخر السنة جاء قال بحق من الله من الزكاة أنا كذا أنا كذا، وين أموالك كلها راحت؟ طيب يجيب ثلاثة شهود، جاب ثلاثة شهود قالوا نشهد أنه فعلا أنه ما عنده شيء. لكن يقول العلماء في الهامش، أنت دائما تحب الهوامش في الهامش، إن ذكر سببا ظاهرا فلا بد من البيان، يعني ما نقبل شهادة الشهود فقط، لا بد من البيان. يقول ذكر حريق، يقول شب المستودع حقي حريق، طيب وينه فيه؟ قال بالمكان الفلاني، نسأل الدفاع المدني نقول طفيته حريق يوم كذا وكذا، أحسنت يا شيخ، يعني الحريق مو يطفيه بنفسه، لازم يسجل أنه في يوم كذا حصل حريق في شارع كذا، نرجع للدفاع المدني. طيب مرة ثانية قال أنه جاني بضاعة من بلد كذا ولما انتصفت في البحر
الباخرة كلها يعني غرقت. نسأل سلاح الحدود اللي يسمى قبل خفر السواحل وسلاح الحدود يوم كذا هل غرقت باخرة في سواحل مثلا جدة ولا سواحل كذا ولا قربها؟ قالوا لا أبدا، معناه أنه كذاب ما. طيب لو مرة ثانية قال والله جاء مطر، بضاعتي كانت في المستودع وجاء مطر وانكب السحاب على المستودع كله. طيب كنا متى جاء المطر؟ قال يوم كذا وكذا. سألنا قالوا والله كذاب، إن مكة ما شاء الله شمس حامية ولا في مطر ولا في شيء. فهذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. نكمل مسألتنا، نحتاج أحيانا إلى أربعة شهود. نعم، الزنا واللواط لابد من 4 شهود. وبعد في عندنا أيمان القسامة وهي فيما بعد إن شاء الله، فكلام سليم. الزنا وما يتعلق به واللواط لابد له من 4 شهود. أحسنت. نعم، على روايتين كما ذكرنا في العتق، ويتخرج ألا نسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير. يعني في رواية ثانية إننا ما نسمع دعوى العبد، لأنهم هذول اللي جاب شهود وشهدوا أنه دبره، من حقه أنه يرجع يقول رجعت، دبرته ورجعت، فكأني لم أفعل. فيقول هنا لأن من حق السيد أن يرجع عن التدبير. نعم، على أن السيد له الرجوع في التدبير، وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين، بناء قلنا بأن كتابنا وهو كتاب الكامل كثيرا ما يأتي بروايتين، وذكرنا بأن المؤلف ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب وهي بالتدريج، أولها العمدة للطلبة المبتدئين، ثم المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم ولم يتوغل، ثم الكافي وهو كتابنا هذا وكثيرا ما يذكر الروايتين، ثم المغني وهو يعتبر من أوسع الكتب وأكثرها. ونجد في مقدمة الزهد زاد المستقنع يقول وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، على وجهين، بناء على الوصية. بناء على الوصية، كيف يا شيخ بكاي بناء على الوصية؟ الوصية يمكن كل يوم أنا الآن وصيت لمن؟ قلت لي طلبة الحرم. بعد أسبوع قلت لا، أحسن شيء أبوصي على دار الحديث. بعد 10 أيام شهر قلت لا، أبوصي للفقراء، أوصي للأيتام. يعدل ويبدل إلى الموت، إذا مات خلاص، لأن الوصية تلزم بالموت، أما قبلها فلا. بينما الوقف بمجرد ما أقول وقف خلاص، ليس من حق التعديل ولا التبديل ولا التغيير الوقف. بينما الوصية الوقف قلنا عقد لازم، والوصية عقد جائز. أوصي اليوم لهذه الفئة، بكرة أو بعده لفئة أخرى، أزيد أنقص كذا إلى آخره، وتلزم بالموت، وتلزم في الثلث فأقل، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد، وأما ما زاد على الثلث فنستأذن الورثة. ما نقول كل الوصية نستأذن فيها شيخ تركي، وإنما نستأذن في ما زاد على الثلث. أحسن. نعم، فصل. وإن قتل المدبر سيده، يعني إيه العبد اللي قالوا له أنت حر بعد الوفاة، أغواه الشيطان واعتدى على سيده وقتله، هل ينفع؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كالميراث، هذا ولد مثلا اعتدى على أبوه، نقول يمنع من الميراث.
زوجة اعتدت على زوجه، نقول يمنع من الميراث. زوج اعتدى على زوجته يريد ميراثها، نقول يمنع من الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل، ما هو القتل؟ القتل الذي يمنع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا. وما لا فلا، أسأل شيخ صديق وش معناها يا بني؟ وما لا فلا، إذا أقام ما هو لازم يقيم حد، حكم شرعي، حكم شرعي. هو يذكر المثال اللي مثلنا به صحيح، يعني لو أن إنسانا قتل آخر وصدر حكم من المحكمة بتنفيذ القصاص في القاتل، المحكمة ابتدائية رفعت لمحكمة الاستئناف صادقوا عليها، رفعت للمحكمة العليا صادقوا عليها، رفعت لمقام خادم الحرمين قال ينفذ ما تقرر شرعا، يعني كل المسألة اجتمعت على تنفيذ القصاص بهذا الجاني. حددنا يوم، قلنا يوم الثلاثاء الساعة كذا في مكان كذا نبي نقيم القصاص على الجاني. اللي ينفذ الحكم جاء لأجل التنفيذ، إلا أنه حصل له حادث في الطريق، صدم، وبعدين وديناه مستشفى النور بعلاج وكذا وكذا. الناس مجتمعين، في واحد من العاملين في السجن أو من المسؤولين قال ماذا تعمل، لماذا أو لماذا توقفتم؟ قلنا إن اللي بينفذ ما جاء. تصفح الأوراق وجدها من الألف إلى الياء كلها سليمة، قال أنا أنفذ، وهو ينفذ هذا في ولده أو في والده أو في أخيه ممن يرثهم. فهل هذا يمنع من الميراث؟ لا، لأنه ينفذ حكما شرعيا، لأنه ينفذ حكما شرعيا لا يمنع من الميراث. وإنما الذي يمنع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، اللي ما يمنع فلا يمنع من الميراث. واضح؟ نعم. بطل تدبيره لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل، فأبطله القتل كالإرث والوصية. كالإرث، إذا الإنسان قتل مورثه فإنه يعامل بنقيض قصده فيحرم من الميراث. فكذلك هذا المدبر لم ينتظر الوفاة، وإنما تعجل ونفذ القتل في سيده، فنقول يلغى هذا التدبير. نعم. باب الكتابة. الكتابة، وهو يتكون بين العبد وسيده، بحيث أن العبد يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية. نعم. وهو مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيرا، لقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني ما هو إنسان بطالي، ما هو إنسان مثلا يبي يعمل مسائل إجرامية أو يعبث في الأرض فسادا، لا، يريد الحرية ولا عنده مهل، فيشتري نفسه على أن يسدد المبلغ على أقساط. نعم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير، وعنه رواية أخرى أنها واجبة. إذا العبد قال أريد أشتري نفسي، أريد أشتري نفسي، فيجب على السيد رواية ثانية أن يوافق على طلب عبده، لأنه يأخذ قيمته وينتقل العبد إلى الحرية. نعم. إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها لظاهر الآية، ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين، والأول ظاهر المذهب لأنه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء، والآية محمولة على الندب، وقول عمر يخالفه فعل أنس،
فأما من لا كسب له ففيه روايتان. هل نوافق ولا لا؟ لأنه قد يصير عالة ما عنده كسب، معناه والآن سيده ملزم بالإنفاق عليه وطعامه وشرابه وكسوته، إذا كاتبه أصبح السيد غير مسؤول والعبد أصبح في حاجة فيضطر للسؤال، والسؤال لا يجوز شرعا. نعم. إحداهما تكره كتابته لأنه يصير كلا على الناس، كلا بمعنى عبئا عليهم وثقيلا على الناس، ما عنده شيء. نعم. والثانية لا تكره لعموم الأخبار في فضل الإعتاق، وإذا دعا هذا سيده إلى الكتابة لم يجبر رواية واحدة، وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة لم يجبر عليها لأنه اعتاق على مال فلم يجبر عليه كغير الكتابة. فصل. ولا تنعقد إلا بالقول، وتنعقد بقوله كاتبتك. نعم. كاتبتك على كذا، على مبلغ 1000 ريال، على مبلغ 2010، يحدد المبلغ. نعم. لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت به، كلفظ النكاح فيه، النكاح زوجتك أنكحتك، زوجتك ابنتي أنكحتك ابنتي. نعم. ولا يجزئ غيرهما. نعم. ويحتمل أن يشترط أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر، لأنه اعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره، والأول أولى. فصل. ولا تصح إلا من جائز التصرف. ما تصح إلا من جائزة، يعني إذا كان سفيه ولا مجنون وإلا مثلا في غير حالته المعتبرة شرعا لا تصح، وإنما تصح ممن هو في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ عاقل. الإنسان الذي في حالته المعتبرة شرعا يكون بالغ عاقل، وبدونهما فلا يكون. نعم. مسلما كان أو كافرا، لأنها تصرف في المال فأشبهت البيع. فأما المميز من الصبيان فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه، باستئذانه من وليه. نعم. ولا يصح بغير إذنه كما في بيعه. ويحتمل ألا تصح بحال لأنه اعتاق، وإن كاتب السيد عبده المميز صح، لأن إيجاب سيده له للكتابة إذن منه في قبولها، وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل فهو عقد بالغ، لأن الطرف الثاني غير مؤهل. نعم. فهو عقد باطل وجوده كعدمه، إلا أن القاضي قال يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء، فإذا بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة. وقال أبو بكر لا يعتق، لأن الكتابة ليست بصفة، ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال. نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. يقول السائل الكريم: إذا وقع السيد أمته غير المسلمة وأولدها وإذا أسلمت، هل تعتق بعد وفاة السيد وهي كافرة؟ نقول نعم، هي أم ولد، أم ولد تعتق بمجرد موته، لكن لا ترث كبقية الزوجات، وإلا تعتق لأنها تكون أم ولد. يقول السائل: من المعلوم أنه لا يوجد لدينا عرقة أو إمة، فهل يجوز شراء أمة من إحدى البلاد المجاورة التي ما زال لديهم الرق وله أن يستمتع؟ نقول لا، لأن فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر،
فولي الأمر حضر هذا بمعنى منعه، فيجب على الناس جميعا في هذه البلاد الالتزام بهذه التعليمات. هذا أحد الإخوان يسأل عن الاجتماع بعد وفاة الميت. نقول إذا اجتمعوا لتعزية أهل الميت ومحاولة تعويدهم الصبر والاحتساب والأجر وعدم النياحة أو عدم يعني الإتيان بالأمور المحظورة، فنعم، وإلا فترك العمل لهذا الشيء لا يجوز. يقول عند شرب ماء زمزم هل يشرع الدعاء؟ نقول يدعو الإنسان أن يجعله شفاء وعافية، ويقول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.